يا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكرون عندما تكلمنا في الفاتحة أن الله تعالى قد أثنى على نفسه لربوبيته على العالمين عندما ابتدأها، وأشار إلى أن ربوبيته ربوبية رحمة عندما قال بعد الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم، وجعلها تسبق مالك يوم الدين كما أن رحمته سبقت غضبه سبحانه جل في علا. ثم أعطاك الله المفتاح الذي تنجو به من ذلك اليوم، وهو إخلاص العبادة له وحده. عندما تقول إياك نعبد إياك نستعين أخلصت، ولن تخلص إلا إذا أعانك، فجعل بعدها إياك نستعين. فإذا أردت أن تعان فاطلب منه أن يهديك ويعينك سوف يفعل سبحانه. فجاءت هذه الآية العظيمة التي نحن الآن بصددها، اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء من العبد لله. يقول شيخ الإسلام تيمية: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. أنفع دعاء وأعظمه وأحكمه اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول شيخ الإسلام: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. قل لي بالله عليك، يعني ماذا تفعل لو لم يهدك الله عز وجل الصراط المستقيم؟ قد يقول قائل: طيب لماذا أطلب الهداية إذا أنا أصلا اهتديت؟ أولا قبل كل شيء، يعني لا يمكنك أن تزكي نفسك تقول أنا اهتديت، ما يمكنك، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وعلى فرض يعني أنك على هداية، إن شاء الله نكون أنا وياك عليها، فمن قال أنه لا يلزمنا أن نزداد من الهداية؟ ابن القيم رحمة الله عليه الآن يريد أن يعطيك السبب في طلبك الهداية الصراط المستقيم. انظر ماذا توجد في هذه الكلمة اهدنا الصراط المستقيم، فيها أشياء أبعد ما تتصور وأكثر ما تتخيل. الصراط المستقيم يتضمن علوم. يقول ابن القيم: فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وأعمالا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. يعني المسألة ليست بسيطة، انظروا. قال: فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. طريق الله عز وجل الحلال والحرام والطاعة والمعصية والعلم قد يعلمها وقد لا يعلمها. يقول ابن القيم: وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه. طبعا الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتفاصيل الصراط قد تعلمها وقد لا تعلمها، والذي لا تعلمه قد يكون أكثر ما تعلمه. فيقول اهدنا الصراط المستقيم، لماذا؟ ليزيد علمه. طيب، حتى هذا الجزء الذي تعلمه اللي هو أقل قد تقدر عليه وقد لا تقدر عليه. يعني أنت تعلم الحج واجب، لكن تستطيع الحج؟ بعض الناس يستطيع، بعض الناس ما يستطيع. تعلم فضل الصيام، لكن قد تستطيع الصيام وقد لا تستطيع. ربما ليس عنده مال ليتصدق، إذا لماذا أهدنا الصراط المستقيم؟ أعلم ولكن لأجل أن أقدر، هذه مسألة أخرى. وحتى الذي تعلمه وتقدر عليه من العبادات قد تريدها نفسك وقد لا تريدها نفسك. تقدر لكن قد يصيب إنسان كسل. تقدر المرأة أن تقوم لصلاة الفجر في الوقت، لكن نفسها لا تشتهي فتتثاقل فتصلي بعد طلوع الشمس. يقدر رجل أن يذهب إلى المسجد لكنه لا يذهب إلى المسجد، تتثاقل نفسه فلا يذهب. لهذا ماذا يقول في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم حتى نفسي تطاوعني، كي أريد العبادة حتى وإن كنت أقدر عليها. طيب، فإن كان أيضا نفسه تطاوعه حتى لو فعلها
العبادة قد يأتي بالإخلاص وقد لا يأتي بالإخلاص، كأن يرائي مثلا، فنقول اهدنا الصراط المستقيم لنخلص. حتى لو أخلصت وأتيت بشروط الإخلاص، قد تأتي بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد لا تأتي، وهذا شرط قبول العمل. إذا ما أتيت به ما لا تقبل العبادة، عمل فيه إخلاص وليس فيه متابعة لا يقبل، متابعة بالإخلاص أيضا لا يقبل. لذلك انظر كل هذا، إذا تجدنا نقول اهدنا الصراط المستقيم لنرزق المتابعة بعد الإخلاص بعد. فإذا علم العبادة وقدر عليها وأرادتها نفسه وعملها وأخلص وتابع، ماذا بقي عليه؟ بقي شيء. يقول ابن القيم، يقول اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتني على هذا العمل، حتى بعد هذا كله تحتاج إلى تثبيت، فلن تتوقف عن اهدنا الصراط المستقيم. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك يحتاج الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم حاجة شديدة، فاللهم اهدنا الصراط المستقيم. والله ما ترك لنا ابن القيم شيئا، وصراط يوم القيامة شأنه عظيم. عن أنس رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل إن شاء الله، أشفع لك. قلت: فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبني على الصراط. قال أنس: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليه. والصراط مضروب على متن جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها بيع الشجرة. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله، يعني يدخل النار. فانتهرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زجرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها، يعني تستدل في هذه الآية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. حديث رواه مسلم. وهذا الصراط له صفة، أنه ضحض مزلة، يعني يزحلق الأقدام، إذا وقفت عليه القدم قد تزحلق الإنسان. صفة صعبة، كيف نمر عليه؟ بحسب النور. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي الناس نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى النور مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم مثل الجبل، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، منهم من يعطى مثل النخلة بيده، منهم من يعطى أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. كيف يعبرون؟ بعد الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.